معنا مشاهدينا من القامشلي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي. روناك أهلا وسهلا بك معنا. إذا وسط هذا التقدم لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة ودير الزور، ما التطورات الأمنية الجديدة حتى الساعة؟ طبعا أنا الآن قدمت من مدينة دير الزور. طبعا المعارك مستمرة في شمال مدينة دير الزور لليوم التاسع على التوالي، وسط تقدم مستمر لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف، طبعا إلى جانب مدينة دير الزور العسكري على حساب داعش. تقدمت هذه القوات مسافة 65 كيلومتر باتجاه مدينة دير الزور وسيطرت بشكل كامل على المنطقة الصناعية ومنطقة المعامل. روناك، الوضع الإنساني للأسر في المناطق التي تم تحريرها من احتلال داعش كيف هي؟ طبعا الوضع الإنساني سيء جدا، وهذا هو ما يعيق تقدم القوات، هو هروب المدنيين. طبعا قبل عدة ساعات عندما كنت هناك قابلت العديد من العوائل الهاربة من مناطق الاشتباكات، وذكر الكثير منهم أنهم تعرضوا للقصف بواسطة الطيران وقتل الكثير من المدنيين أثناء هروبهم. بحسب معلوماتك روناك، هل اتبع داعش في تلك المناطق ذات التكتيك الذي يستخدمه كالعادة من خلال زرع عبوات ناسفة، بيوت مفخخة؟ طبعا هو يستخدم نفس الأساليب، يستخدم المفخخات بالإضافة إلى الانتحاريين، ولكن طبيعة منطقة دير الزور مختلفة نوعا ما عن مدينة الرقة، إذ أنها منطقة صحراوية مما يصعب عملية تقدم القوات، وتأتي هذه المفخخات بشكل مختلف، يعني لا يعرفون من أين تأتي هذه المفخخات بسبب طبيعة المنطقة الصحراوية الوعرة. نعم، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من القامشلي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي.